كانت قيم ماجد متمثلة في سلوكيات، اليوم بدأ التزامه وحرصه على حضور الحصص، حرصه على تسليم الواجبات، كانت جدا ممتازة. من المرحلة الثانوية تخرجت بتقدير ممتاز، وأخذت في الرياضيات الدرجة الكاملة في مرحلة الثانوية، وهي أحد الأسباب اللي خلتني أتجه للكمبيوتر ساينس والسايبر سيكوريتي. الكمبيوتر من يوم وأنا صغير كنت أحب أجمع البيسز، دائما كان عندي فضول، هذا كيف صنع؟ هذه إيش فائدته؟ كيف تم تجميعها؟ وما هي فائدتها؟ فكان عندي هذا الشغف من يوم أنا صغير. في يوم من الأيام جانا ولد الجيران زميله في المدرسة، قال له يا ماجد كمبيوتر عطلان، وأعطاه هو يصلحه. فوجدته أنه سهران وخلص الكمبيوتر، طبق الكمبيوتر وسواه، ومن بكرة أعطاه صاحبه، وجاء الصاحب تشكر منه، يقول له شفتي يا خالة ما شاء الله سوالي كمبيوتر وعلمني على أشياء جديدة كثيرة. حتى الأوفيس والمايكروسوفت أوفيس وكل أشياء كان تعلم ذاتي قبل حتى ما كان في يوتيوب، فكان عندي هذا الحب الشغف من يوم أنا صغير.